احنا كابناء مدينه اذ كان افتخروا بمدينتنا، وفيما مشينا لاي مدينه احنا ولاد ازمور ماشي ولاد كازا ولا لا ولاد ازمور. متتبعي قناه انفاس بريس، احنا الان تتواجدوا في مدينه ازمور. مدينه ازمور واحده من اعرق المدن على الصعيد الوطني، ولكن هذه المدينه العريقه ما قدرش يعني رغم مرور سنوات طويله ان جيب لها ان تتحول الى وجهه سياحيه عكس مدن مثلا بحال الصويره بحال فاس بحال مراكش بحال مجموعه من المدن المغربيه. علاش ازمور ما تقدرش تحولت الى وجهه سياحيه، وما واش الحوايج اللي تحتاج اليوم هذه المدينه باش تحول الى قبله سياحيه في المستقبل؟ انفاس بريس دارت واحد الدوره في هذه المدينه هذه واستفسرت مجموعه من السكان والمهتمين بالشان المحلي في هذه المدينه حول لماذا لم تتحول ازمور الى قبله سياحيه. اجي نشوفوا اش قالوا لنا واجي نشوفوا اشني الاحتياجات الكبرى اللي تحتاجها هذه المدينه. اشني الحوايج اللي ما خلاش ازمور سيرتو المدينه القديمه يعني تمشي على منوال المدن القديمه تاع المغرب؟ خدنا مثلا الصويره، خدنا مراكش، خدنا فاس، علاش؟ هادوك المدن اللي ذكرتي دابا الاخ ديالي هما هادوك المدن عند الناس ديالها هما عندهم الغيره على هاد المدينه. حنا كمدينه ازمور مدينه ديال الشرافه وخرجوا منها اساتذه وخرجوا منها علماء. حنا لو كان مشينا على المنوال ديال هاد المدن اللي ذكرتي ليا دابا والناس ضربتهم الغيره على هاد المدينه راه غتكون ازمور حتى هي مقلع سياحيا. وازمور راه ماشي ازمور اصلا سياحيه، راه ما هي صناعيه ما حتى شي حاجه، ما فيها مصانيع، ما هي فيها السياحه. الا بغينا حنا هاد بغينا نسوقوا المنتوج السياحي دابا حاليا كاين غير كنسوقوا غير المنتوج الداخلي ديال مدينه ازمور، وهي الناس كيجوا من كازا من الرباط من مراكش كيجوا لازمور. حنا راه كنطالبوا من وزير السياحه ووزاره الثقافه انهم حتى هما يساعدوا هاد المدينه باش حتى هي تنهض بالقطاع السياحي وتولي من المدن حتى هي الاولى في المغرب في القطاع السياحي، بحكم ان مدينه ازمور عندها نهر، عندها ثاني نهر في المغرب، عندها غابه، عندها بحر، وما ما زيدش سياحيا. هذا هو المشكل اللي كاين. بالنسبه لك شنو هي الحوايج اللي خاصها دار في ازمور باش تحول الى وجهه سياحيه بالنسبه للسياح الاجانب والسياح الداخلي؟ الا بغاو هذه المدينه انها تزيد لقدام في القطاع السياحي، اول حاجه خاص يكون النظافه ديال المدينه. الحمد لله الامن راه كاين، وحتى الناس ديال النظافه راه دايرين الخدمه ديالهم، راه غير كتشوف بعض الاشخاص اللي واحد كينقي والاخر كيلوح عاوتاني داك الازبال. فلهذا حنا كنطلبوا من الساكنه ان هذه راه مدينتنا، وإلا ما دافعناش على حنا راه ما نتسناوش واحد اخر جبراني غيدافع عليه. بالك انت تجي من مدينه برشيد، اشني الحاجه اشني الحوايج اللي تخليك تجي لازمور؟ بزاف ديال الحوايج. اولا ديك السكينه وديك الهدوء ديال المدينه، ان مدينه كما قلت قبيله بانها صغيره، يعني صغيره بزاف ديال الحوايج، وحتى الناس ديالها مزيانين وفيها الهدوء، كتحيد من داك الضجيج ديال المدن الكبيره وداك الشيء. المهم هذه المدينه، وزياده على ذلك المسائل ديال الطبيعيه او الثروات ديال الطبيعيه من نهر ام الرابع، من البحر ديال الحوزيه، من فيها اولياء الله الصالحين، فيها بزاف ديال الحوايج اللي كتخلي الانسان يجي ليها. حنا كنتواجدوا في واحد الحي، حي اللي كان فيه كثير من اليهود اللي كانوا كيتعايشوا مع المسلمين هنا، وقمه التعايش كتبان في جوج الاضرحه اللي كيتواجدوا في هذه المنطقه. ضريح ابراهام مونيس هو خاص باليهود، والى جانبه ضريح اخر لمسلم. يعني مدينه ازمور كانت مدينه التعايش ما بين الديانات، ما كان لا مشكل ما بين اليهود والمسلمين في هذه المدينه؟ لا، الى هاد المشكل ما عمر كان، لان كان حتى كان بالنسبه لمدينه ازمور وحتى في التجاره وبالنسبه للحركه التجاريه كان اليهود مشهورين، كانت قيصريه، كان تبادل تجاري هنايا، كان يعني صناعيه اللي هما صناعيه يهود الى جانبهم صناعيه مسلمين. التعايش كان من القديم. هذا راه من التاريخ ديال مدينة أزمور، اللي هو مصطفى الأزموري أول من اكتشف أمريكا، هو مصطفى الأزموري. وخاص الناس ديال مدينة أزمور تفتخر بمدينتهم. أي واحد زموري بشي شي مدينة ما يقولش أنا راه ولد هذاك، يقول أنا ولد أزمور، ماشي ولد جديدة ولا ولد أزمور. حتى إلا ما افتخرتيش مدينتك راه كتثبت على مدينتك هذاك الشيء اللي كيتقال عليها، ديال الشعوادة، ديال الفساد. الفساد كاين في العالم كامل، الشعوادة كاينة في العالم كامل، ما كايناش غير في أزمور.
حنا كابناء مدينه أزمور كنفتخروا بمدينتنا، وفيما مشينا لاي مدينه حنا ولاد أزمور، ماشي ولاد كازا ولا لا ولاد أزمور. وراه بهذا المعلم التاريخي خاص بنادم يفتخر بان راه اول من اكتشف امريكا راه هو مصطفى الازموري، هو الملقب بستيفانيكو ولا مورو ولا ستيفان، مصطفى الازموري. المشروع هو مشروع اقامه ساحه عموميه، يعني بدات الاشغال تقريبا اليوم الاشغال نورمالمون كان خصها تسالي 18 شهر بعد البدايه ديالها، دابا حاليا كملت 24 شهر وشي يومين، ستادير فات الحد، فات الحد ديالو، فات الوقت ديالو، داكشي الى اخره. بالنسبه لهذا المشروع هو مشروع ساحه عموميه، الوضعيه هي كما كتشوفوا فيها هي تقريبا هي عامين والحركه مشلوله داخل وسط المدينه، حركه مشلوله، حركه اقتصاديه، حركه يعني أزمور دوزات جوج مرات، جوج الصيف، يعني داز بحال سنوات عجاف بالنسبه للسياحه.